منطقة جويودة من معتمدية الشبيكة وجهة فريق حقك ما يضيعش. الجويودة تضم أكثر من 6000 ساكن، مشاكلهم تتمثل أساساً في البنية التحتية للطرقات والمسالك الفلاحية اللي خلى عدد من المناطق تعيش عزلة. الوضعية اللي نعيش فيها أخوي رانا التعبين تحت صفر، أمورنا مضعضعة. بالنسبة للكيس اللي عملوه جديد بعيد علينا، يبقى بعيد علينا حكاية 900 متر و800 متر. بالنسبة للدوار الشعيرية ودار بعو ودار بتحمد، أضم الدوار تقريبا ثم 35 دار، وديجا كتبتهم في مكتوب وبعثهم للسيد معتمد، وسيد معتمد مشكور يعاود فينا يعاون فينا برشا واحد، لكن ما ينجمش وحده. باهي طول تثنية هذه من الدورة متاع الكياس الجديد اللي عملوه جديد حتى الفندرة حكاية 5 كيلومتر. المطلوب من الحكومه هذوما يجوا يركحوا، من رانا التعبين عندنا وليد معاق، وعندهم هذوما دار جيران عندهم زاد واحد معاق. في المطر انا ما نجموش نتحرك، بالمطر ما عادش نجم حتى واحد يتحرك، لا نجم نجيبوا دبوزه غاز، لا نجم نهزوا مريض، لا مرا مش تولد تولد لهنا على بلاصتها، وبعد ما تولد يصير فيها كارثه. فهمتني؟ 100 بابا 100 قعد نهارين باش جبنا له تراكتورات وطلعناه وهزيناه فني، يعني تعبين للاخر. فهمتني؟ الكياس نتاع المستوصف زاد ما عندناش مستوصف، بعيد علينا ياسر صب المطر ومش نمشوا. ثم واحد هز حشاك دبوزه غاز على بهيم غرق هو في الواد، ما لمينا له 6 من ياسر وطلعنا ببهيم وبكله حشاك. فهمتني؟ تعبين. معناه انا اكتشفته ك قيس عايد، اكتشفته كدم نيجاتيف تحرك به الشعب كامل، يلزموا يتحرك باش ينظموا امورنا. ما كانش احنا رانا تعبين للاخر للاخر للاخر. والسلام عليكم. صغارنا يقروا يمشوا حفاي، ظل يمشوا للكار، الكار يمشوا لحفاي. معنى انت عبد يمشي الستة والستة هنا الستة منها ستة غير ربع في الشتاكم هكذا المطر ظل يمشي حفاي. معنى انت والدبوس غاز ما نقعدش نهزوها، مرة تولد ظل مسكينة تقعد ملوحة، إذا واحد مريض نهزوه ظل في حالة ساعة ساعة يطلعوا على تراكتور، عبد مريض هزينه على تراكتور. نحن شوفوا حنا وعملوا لنا كياس من شيرة رب. بالاساس ناس فلاحة سحال هنا، كياس هذايا الطريق هذايا مشوا للنقل الريفي برك، الكل للمرافق الكل. هذا يفتقر لبسط الحوايج حتى الترقيه، وتعرفوا منطقه الجويده منطقه فلاحيه ما ترقدش لا ليل لا نهار، ناس فلاحه، ناس يروجوا في بضاعتهم على الطريق. وصلنا مش النقل الريفي برك ما نلقوش ولا ما نستعملوش، وصلنا حتى كي يمشيش كاميون باش يروج بضاعته يجيه مره ويهرب عليه، مناش نظرا لك لحاله الطريق الرديئه جدا. وعنا والله العظيم برشا حتى قناطر كانت تشوفوهم هي الناس والتواهقة منهم، يجي يدخلوا هاك للطين ويدخلوا البعل وما نجموش حتى يتعدوا منهم. هذه أهم أسباب اللي هي الطريق. انعدام مركز بريد من الإشكاليات اللي يعيشوها الأهالي واللي طالبوا بتوفير مركز بريد وتقريب الخدمات لهم، إلى جانب توفير التنوير العمومي. نحن سيدي تنقصنا بريد، مركز بريد ما عنيش. برشا كليان ضيعدوا في كونكوريات ما توصلش ليهم، توصلهم بعد التاريخ. فهمت؟ يوصلهم بعد التاريخ، وبعد تجي الورقه تلقاها ملوحه في الحانوت ويشوف الدات نتاعو تلقاه في التاريخ نتاعو، والناس عادت ومشت على ارواح. ما فماش مركز بريد، ما فماش، ما عندناش مركز بريد، ونحن نستحقوا مركز بريد. الجواوده فيها اكثر من 1500 سنتاش، معناها نخلصوا في المليارات. نحن في الضوء اكثر من 6000 ساكن في الجواوده، وين الضوء نتاعها؟ وين الماء باش تخلصوا العبيد؟ وين الشيخوخه الناس الكبار هذيا باش تاخذ؟ باش ما ياخذ 100,000 ولا 80,000 الا ما يخلص هو في 50 و60 كاريه نتاع كاميون. طالبنا وكلمناه حتى المدير الجهوي في بالو تاع البريد في بالو، وقلنا له نحن نحضروا لك، عندنا مركز هنا كينا موجود، نبنوا لك لوكال، نبنوا لك العاون الوحيد، ونكروا له حتى لوكال موجود مبني. اعطينا عاون يخدم اخوي، اعطينا عاون وحيد يخدم يا اخويا. خرجنا من الموظفين من الادارات الموجوده في البريد، عندكم 6 و7 نهار كل يشربوا في القهاوي، خرجنا عاون خليه يخدم في المنطقه. للتنوير العمومي فما حضرنا لخيان ممثلين من المنطقه لهنا في البلديه في مارس 2021، صححنا على محضر جلسه بالنسبه لمنطقه الجويوده لهنا بحذا المدرسه. فما 12 بوتو ركبوا لنا 9 بوتوات، الاخرين ونمشوا الله اعلم كالعاده. كلمتها رئيس البلديه على اساس باش كملوا ركبوا لنا البقيه، قالت لي رمضوكم هما. قلت لها راه مش يجي المقاول وماهو المواطنين ماهمش باش يكملوا، ماهوش باش يخلوه يكمل يركب البوتويت نتاعو. الخدمات الصحيه ما ترضيش المواطنين، ورصدنا تشكيات حول السوق الاسبوعيه وغياب مراكز الترفيه. احكيكم شويه على الحاله السيئه، معناها اللي سواء احنا نخدموا فيها والا كمواطن يجي من هنا مثل باش يقدموا له خدمات. مستوصف هذا مبني في الثمانينات، معناها وقت اللي كانت المنطقة براسك ما فيها يمكن 2000 نسمة، توا قريب 7000 نسمة،
وهك تشوفوا معناها مستوصف صغير، معناها مش معقول اني معناها في منطقه كبيره كيف هكا معناها مستوصف صغير معناها، فهمتني؟ والله عندنا عياده اسبوعيه، مره عندنا كل نهار خميس عندنا عياده، عدد المرضى معناها يتراوح بين 50 وساعات نوصل ل 100 مريض. مستقبل الشهادة تشوف هذا مستقبل نتاع 6 مرضى هذا، فهمتني؟ المواطنين نسجلوهم معناها من شباك من برا، تصور انت معناها في الشتاء للبرد البرا وفي الصيف للشمس، معناها ما عندهمش معناها حتى وين يبقاو البر، في الصيف معناها للشمس، معناها هو يجي مريض باش يعالج، يجي معناها يزيد يمرض معناها. ثم شيء زميش الدواء عندي رجل مريض بالدم ورأس النبي محمد يمشي ياخذ فيه الدواء، ما ثميش يمشي ويجي على الدواء يمشي ويجي، ما ثميش يقولوا ما ثمش الدواء، ثميش هك تخسر انت بيدك، انا غير ما نقول لك هك تخسر. مشاكل تنمويه بالجمله واستفهامات حول نصيب منطقه جويبده من التنميه، نحاولوا نجاوبوا عليها في برنامج حقك ما يضيعش. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.